مشاركة 369 طالبا وطالبة من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات انتهت الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2018-2019 بإعلان نتائج المتفوقين بعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء. نحن اليوم كنا بفرحة الطلبة بانضمامهم للفرق الوطنية العلمية في اختصاصات الأولمبياد الخمس، بالإضافة إلى فرحة أهالي هؤلاء الطلبة وفرحة أيضا زملاء هؤلاء الطلبة، على اعتبار أن الأولمبياد العلمي هو ساحة للتنافس وإزكاء روح التنافس الإيجابي بين الطلبة. اليوم الأخير للأولمبياد العلمي السوري تضمن إعلان نتائج المتفوقين وتوزيع الشهادات عليهم وعرض لوحات فنية من التراث السوري لفرقة كورال جاردينيا النسائي. بلش تدريب بالشهر التاسع لحد هلا، وهن لحد قبل النهار من يوم الفحص هن معنا وعم يدعمونا الاول باول، وانا بنسب هذا الفضل كله لرب العالمين وللمدربين اللي دربوني. تجربه الاولمبياد كانت هي احلى تجربه بحياتي حتى هلا، عشت فيها كثير اوقات حلوه. طبعا كل فحص كان المستوى عم يزيد. بدي اتشكر كل مين وقف معنا وكل مين ساعدنا وهيئه الاولمبياد والاساتذه القائمين على العمل والدكاتره والاساتذه اللي ساعدوا وأهلي وكل واحد وقف جنبي. الحمد لله حققت المركز الأول باختصاص الفيزياء، وبشكر كتير كل مين ساعدني لوصل لهون، مدربينا وأهالينا ورفقاتنا، ومبروك لكل الفائزين. هذا التعب اللي تعبناه سواء من بداية المراحل، من المراحل الابتدائية يعني من المناطق للمدارس، المدارس للمناطق المحافظات، كلها كان فيها تعب. طبعا هذا التعب كله اللي تعبناه بينسى قدام فرحة الفوز، لأنه هو شعور ما بينوصف. تجربتي عن الأولمبياد كانت رائعة، كتير حلوة، كتير حبيت فكرة الأولمبياد وأسلوب الأولمبياد. التجربة كتير حلوة، أول كمرحلة كانوا سهلين ما كان بدهم كتير دراسة، بعدين تقدم المستوى وصار لازم ندرس نحنا لنضل يعني نواكب تطور الأسئلة. آخر مرحلة كانت كتير صعبة بس الحمد لله نجحنا. المميز في هذا الموسم من الأولمبياد مشاركة الطلاب القدامى المشاركين في الأولمبياد كلجان تنظيمية، وعدد المشاركين في الاختبارات الذي يحظى بتزايد مستمر كل عام.